اشتداد المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية وعناصر تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة في محافظة البيضاء واستخدام الطرفين الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يظل المشهد كما هو عليه في ظل سقوط قتلى وجرحى وتفجير العديد من العبوات الناسفة. منطقة الطفة ومديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء تعيش هذه الأيام على سعير الحرب الحارقة والأكثر عنفا كما وصفها أبناء المناطق. أكثر من 10 قتلى سقطوا خلال المواجهات بين الطرفين التي استمرت نحو 10 ساعات فضلا عن سقوط جرحى من الطرفين. مصادر محلية أكدت تقدم الجيش واللجان الشعبية في مناطق عدة بعد تكبد عناصر القاعدة خسائر فادحة في المعدات والأرواح، إلا أن البعض يرى أن اشتداد الحرب يأتي بعد استهداف القاعدة لعدد من الأطقم والسيارات التابعة لأنصار الله. استراتيجيا تعد محافظة البيضاء نقطة تحول بالنسبة للجيش واللجان الشعبية في حال تم السيطرة عليها بالكامل وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث يؤكد مراقبون وخبراء عسكريون إنه من السهل حينها القضاء على الإرهاب في محافظة مأرب وإب وأبين بعد تصفية محافظة البيضاء التي تعد ثاني أكبر معاقل القاعدة بعد حضرموت. يبدو أن المشهد السياسي والأمني ملبد وأكثر ضبابية وغموض، ليبقى المستقبل مجهول بين كفي ضاع على القاعدة وملء فراغ السلطة.